بعد دخول الثورة السورية عامها السابع، إلى أين تتجه مسار الثورة؟ مستمرة ومنصورة بإذن الله. بس أبو يزن، شو رأيك؟ الثورة إن شاء الله منصورة وما رح تتوقف إن شاء الله، وعنا أبطال إن شاء الله يعني خرج يستمروا في هالثورة وينصرونا. إلى الدين الإسلامي بإذن الله سوف بدنا ننتصر بإذن الله تعالى، بإذن الله سوف ننتصر ونسحق الطغاة. ما في تقدم نهائيا، بالعكس في تراجع. يعني الثورة كانت في البداية كانت ثورة حقيقية، هلا حاليا ما في ثورة، يعني الثورة كل ما لها على أسوأ. والله الثورة هلا بتقديري يعني هو الحق منتصر بإذن الله تعالى، الحق منتصر. إن الله يعني يريد أن يطفئ نور الله بأفواههم والله ويأبى الله، لكن اللي قادات الثورة في عندهم أخطاء كبيرة كتير، هن وصلوا الثورة لهالمرحلة هيدي، والثورة إذا ظلت القادات بهالمستوى هاد وبهالظروف هيدي، الثورة للفشل أكثر ما هي إلى النجاح. فاشلة، فاشلة بعدم توحد الفصائل والاقتتال بما بينهم والرقد على الدولار، ما في فاشلين. من بعد ما طلعنا من حلب فشلت الثورة، ما في شيء اسمه ثورة، صارت ثروة الحاضر والماضي بس برقد على الدولار. ايش بدي اقول لك؟ ايش بدي اقول لك؟ ما بعرف، ما بعرف. الحمد لله صامدين وان شاء الله على الاحسن ومستمره باذن الله. والله الحمد لله صابرين وان شاء الله يعني فكل قدام بالاحسن ان شاء الله باذن الله عز وجل، الله يجزيكم الخير. والله ان شاء الله بتنجح الاخير ان شاء الله بيمشي الحال في مجلس الامن ان شاء الله. حاله ما هو مستقبل الثورة عمي؟ أنا وانا نخلص ورجعوا كل واحد عبيده. إن شاء الله. والله إن شاء الله يعني إن شاء الله ثورة هي كويسة بدايتها، وإن شاء الله يعني آخرتها إن شاء الله كويسة. الله هيك يوحد الصفوف إن شاء الله، رأي وحدة، رأي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي رأيتنا رأي وحدة إن شاء الله. وإن شاء الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن ما عندنا شك انه ثورتنا منصورة مهما طال زمنها، مستمرين لله الحمد اللي ضحى بمئات الاف شهداء ومئات الاف المعتقلين، ما راح يوقف حتى ان شاء الله تحرر كامل سوريا وننال حكمنا. نحن ان شاء الله المسلمين نحكم بعضنا ببعض، جزاكم الله خير. الثورة السورية الحمد لله رب العالمين ثورة انتصرت من عام الاول، اما نحن الان البلد في حالة احتلال، نحن تحت احتلال. فالثورة الحمد لله رب العالمين حققت كامل اهدافها، ثورتنا انتصرت. نحن اليوم في مرحلة عم نقارع احتلال، احتلال روسي، احتلال إيراني، احتلال ميليشاوي، وإن شاء الله رب العالمين منتصرين، مو لو بعد 7 سنين لو بعد 70 سنة إن شاء الله رب العالمين باتجاه النصر. إن شاء الله تتجه إن شاء الله منخول إلى الأمور السلمية وتأمن هالبلد وتصير كويسة. إن شاء الله الثورة منصورة بإذن الله.